من قالت كن فضوليا بما تكفي بما يكفي لتكتشف وكن شجاعا بما يكفي لتتخذ الخطوة الأولى فوضعت أحلامها أمام عينها وسارت نحوها تخططت المستحيل وجعلت من هواياتها إنجازا تاريخيا. تصدرت الوسائل الإعلامية العربية والعالمية بعدما تحدت نفسها لتتسلق القمم وتكون الأصغر على المستوى العالم العربي، ووظفت إنجازاتها الرياضية لقضايا إنسانية. جائزة ضيافة للرياضية السعودية رها محرق. لم أهتم كوني الأولى طالما أن ذلك سيلهم شخصاً آخر أن يأتي ثانية. كنت دائماً تلك الطفلة الفضولية الحالمة بالمغامرات والتحدي. شجعني أهلي على أن أحلم بكل ما أوتيت من سعة الأحلام، لأن أجنحة قدراتي هي بقدر ما استطعت فردها. تسلقي لقمة جبل كليمنجارو كان محور التغيير في حياتي، كوني من السعودية ومن مجتمع محافظ. بعدها نظرت عيوني لكل القمم في العالم وبدأت علاقاتي بالمرتفعات والارتفاع. في 18 من أيار مايو 2013 صنعت تاريخاً للمرأة السعودية وأفقاً صاعداً نحو القمة. كنت السعودية الأولى والعربية الأصغر التي تنجح في تسلق قمة إيفرست. أنا رها محرق. بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء أشكر أمي وأبويا أنه استحملوا شخصية العجيبة وأحلامي الغريبة، وأشكر ضيافة على هذه الأورد لأنه ساعدتوني أثبت أنه بإمكاننا ننولد في الصحراء، بإمكاننا نكون من هنا ونوصل أعلى قمم العالم. شكرا. I'm often asked why would a desert-born Arab woman accept such infamous mountains. The truth is I climbed it simply because I believed I could. I didn't care about being youngest, first, or history. I would have still climbed it had I been the oldest, youngest, anonymous. All I wanted was to prove to myself that I could attempt the impossible and maybe even achieve it. I climb so that the next generation of women face mountains that are not from social expectations. And the only weight they carry is a trophy. And the only lines they face are the finish lines. This is why I climb. Let your dreams be a reflection of the endlessness of your capabilities. Be bold, be brave, ladies and gentlemen. Because after all, history is never made by the faint-hearted. Shukran. Thank you. Shukran laki, Roha. Shukran. Tahiyya kabira, akid, likul.